الثلاثاء 7/2/2012. انظروا ما الذي يحل بباب عمر، انظروا إلى المنازل ماذا يحدث لها، انظروا. أين العرب؟ أين الإسلام؟ أين العالم كله ليرى ماذا يحل بباب عمر؟ إنه دمار، إن بشار يدمر باب عمر. لم يعد هنالك شارع إلا وفيه بيت مدمر. انظروا، انظروا إلى المحال التجارية ماذا يحدث لها. وهذه قذائف لم تفجر ولم تنفجر إلى الآن. هذا هو الفيتو، هذا فيتو إسرائيل والصين، إنهم يهللون للأسد. انظروا ماذا يحدث في باب عمر. أيها العرب، أيها الإسلام،